مساء الخير. خلونا نبتدي الاجتماع كده بكل حد لوحده. تعالوا نصلي كده 50 ثانية، نطلب ربنا للاجتماع ونطلب ان احنا نقابله ونشوفه. مستناش الترنيمة، مستناش هنقول ايه، لكن ابتدي سبح، ابتدي قول للرب انه انا عايز اشوفك، عايز اقابلك. ربنا عارف ومتأكد يا رب انه الموضوع مش صعب يا رب، احنا عايزين نشوفك يا رب، وانت كمان عايز تشوفنا، وانت كمان عايز تتقابل معانا. صلي يا رب انه بجد بجد عينينا تتفتح يا رب، واحنا بنسبح قلوبنا يا رب تتفتح، وكأننا بنشوفك يا رب اكتر يا رب، وكأننا بندرك اكتر يا رب صلاحك وامانتك ورحمتك وعدلك. كل مرة يا رب نبقى بنسبح تبقى كأنه حاجة جديدة يا رب كده بتنور قدام عينينا. مش عايزين نكرر كلمات ترانيم احنا حافظينها وخلاص عشان بنحبها، لكن يا رب عايزين بجد نبقى انت بيلز لك النشيدنا يا رب، واحنا بنفرح لانه تسبيحنا ده بيفرحك وبيبسطك. تعالوا نقف كده مع بعض واحنا بنبتدي نقول في محضرك يا رب كل حزن والتنهدات، في محضرك ألمس قوة، ألمس حبك. ترنيمة يمكن تبقى جديدة شوية بس سهلة، سهلة نتعلمها بسرعة مع بعض. في محضرك، في محضرك ألمس قوتك، ألمس حبك. في محضرك، في محضرك يهرب كل حوز والتلهدات. في محضرك، في محضرك ألمس قوتك، ألمس حبك. يهرب فيه الحزن والخوف،
الرب حنان ورحيم، الرب طويل اللوم، الرب كثير الرحمة، الرب صالح للكل، الرب حنان ورحيم، الرب طويل Oh,
وسلطانك أبدي ملكوتك لن يزول
ملك الملوك ورب الأرباب. ملكوتك ملكوت أزلي وسلطانك لن يزول. Thank you.
عايزين نسقف بكل ما فينا من قوة للرب، لأنه مستحق، لأنه موجود في وسط بيته، لأنه حاضر وسطينا. وأنا مصدق بكل قلب النهاردة أنك هتتقابل مع المسيح، وفي كلام من قلب ربنا ليك النهاردة. صدق وصدقي، عشان كده غمض عينك وانت واقف وقول له رب كلمني النهاردة. نفرح بحضورك وسطينا. أيوة رب نفرح بحضورك وسطينا، انت الملك المتوج، خد مكانتك وسطينا النهاردة رب وتكلم إلينا. أشكرك، أشكرك لأنك أنت العريس، أنت الملك، أنت السيد، أنت الرب، أنت الأب، أنت الراعي، أنت الملك، أنت المخلص، أنت الشافي. تعال بإعلانات يا رب النهاردة، تعال كلمنا وإقوى على ضعفنا النهاردة، افتح قلوبنا وأذهاننا ليك يا رب. أشكرك، أشكرك، استأثر كل فكر طاعة المسيح الليلة من فضلك يا رب. حزمنا بحزمة الروح القدس يا رب، لا يفقد أحد من وسطنا الليلة يا رب، لكن كلمنا وكلم إخواتنا المشاهدين في كل مكان في العالم، ليك كل المجد. أمين، أمين. تفضلوا استريحوا. أنا عارف أولا أنتوا وحشيني جدا، أنا أول مرة أوعظوا في جمهور، يمكن زيزو وعظ الجمعة ووعظ حد كنتوا موجودين، أنا أول مرة أكون بشوف الكنيسة فيها بشر، فيها ناس يعني، فأنا فرحان أن بشوفكم وبصلي من كل قلبي أن ما نبقاش 50%، نبقى في 100% في القريب العاجل، ويجي شعب الرب وجسد المسيح يلتف من حوله ويهتف للملك، ملك الملوك ورب الأرباب. الموضوع اللي ربنا حط في قلبي النهاردة في الحقيقة هو زيزو في الوعظة بتاعت يوم الجمعة أثرني جدا في التفكير، كان بيتكلم على السلوك بالتدقيق، بيتكلم على أمثلة كده يعني بعض النقط، بعدين لقيت اللي بيقوله ده صعب قوي، صعب قوي الناس تسلك بتدقيق. يعني الموضوع مش وعظة وتأمل وهي وسمعنا حكاية وقصة وانبسطنا ومشينا، لا ده موضوع مهم جدا وصعب جدا في نفس الوقت. والموضوع اللي ربنا حطه على قلبي النهاردة انه نمسك بالمفتاح اللي يخلينا نسلك بالتدقيق. الأسابيع اللي فاتت سمعنا عظات كتيرة قوي قوي، سمعنا من الأسيس سامح عن المرارة وعن الغفران، وسمعنا عن ثورة الحب، وسمعنا عن الخطايا، وسمعنا عن السلوك بالتدقيق، كلام جميل بس صعب نعيشه في الواقع العملي، صعب نعيشه. لكن النهاردة ربنا هيكلمنا في مفتاح، لو مسكنا بيه النهاردة نقدر نعيش الحياة اللي عمالين نسمع عنها بقالها شهور. اسمحوا لي نقرأ مع بعض مزمور 34، وهقرأ بعد كده آيتين، آية من سفر الأمثال وآية من أشعياء 33. ينفع نقرأ بالتبادل مزمور 34؟ جميل قوي، خلينا نقرأ بالتبادل، أنا هقول عدد وحضراتكم عدد. أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. اتقوا الرب يا قديسيه، لأنه ليس عوزا لمتقيه. ها
هلما أيها البنون استمعوا إلي فأعلمكم مخافة الرب. صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. عين الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم. أولئك صرخوا والرب سمع ومن كل شدائدهم أنقذهم. كثيرة هي بلايا الصديق ومن جميعها ينجيه الرب. الشر يميت الشرير ومبغض الصديق يعاقبون. أمين. هقرأ كمان لحضراتكم آية من سفر الأمثال أصحاح 8 وعدد 13 وكده هتلقطوا موضوع الوعظة. فمزمور 34 أنتوا ما فهمتوش أنا أتكلم عليه، مليان بالوعود، بس في الآية دي هتعرفوا أنا أتكلم عن إيه. مخافة الرب بغض الشر، الكبرياء والتعظم وطريق الشر وفم الأكاذيب أبغضته. وآية كمان من أشعياء أصحاح 30، سفر أشعياء أصحاح 30 33 وعدد 6. فيكون أمان أوقاتك وفرة خلاص وحكمة ومعرفة، مخافة الرب هي كنزه. أمين. اتفضلوا استريح. الموضوع اللي هتكلم عنه النهاردة أعتقد موضوع في منتهى الأهمية، وأنا بكلم نفسي وبكلمكم وهكلمكم اللي الرب كلمني فيه عن موضوع السلوك بالتدقيق والحياة اللي مليانة حب وغفران وتواضع وقداسة، الحياة الجميلة اللي نفسنا نعيشها ومرات عندنا صعوبة ان احنا نعيشها. وانا اعتقد ان المفتاح الاساسي والفضيلة الاساسية اللي تمكننا ان نسلك بتدقيق ونعيش مع ربنا هي مخافة الرب. واحنا مش بنتكلم عن الموضوع ده كتير في الكنيسة، موضوع في منتهى الاهمية ان نسلك في مخافة الرب، خصوصا احنا عايشين في عالم وصف بولس الرسول في رسالته لأهل روميا أصحاح 3 وعدد 18 بيقول عن العالم اللي احنا عايشين فيه ليس خوف الله أمام عيونهم. احنا عايشين في عالم زي كده، والعالم ده انطبع فينا، والعالم ده أثر فينا ودخل فينا، وبقت مخافة الله كمان للأسف قدام كتير من المؤمنين مش موجودة. أعظم شهادة ممكن تتقال عني وعنك أن هذا الشخص يخاف الله. أعظم ما يمكن أن يقال عن مؤمن أن هذا الشخص يخاف الله. بتذكر القصة المشهورة اللي في ملوك الثاني أصحاح 4، الأرملة بتاعت واحد من نبي الأنبياء اللي راحت لأليشع النبي وقالت له أنت تعلم أن عبدك زوجي قد مات، وأنت تعلم أن عبدك كان يخاف الله. أعظم شهادة عن رجل جاءت من مين؟ من مراته. أصل دي الشهادة الحقيقية مش المزيفة. الناس ممكن تشوفك من بره بتخاف الله، شكلك بتخاف الله، لكن الوحيد او الشخص الوحيد اللي يقدر يقول انك بتخاف الله شخص اللي عايش معاك في البيت، شريك حياتك، ولادك شايفينك، شايفين ردود افعالك، مراتك شايفه نظراتك للنساء الاخريات، ولادك شايفين انت بتتصرف ازاي، بتتعامل ازاي مع المال، بتتعامل ازاي مع الغضب، بتتعامل ازاي طول الوقت، شايفاك في كل اوجه حياتك. ونفسي انا يتقال عليا، نفسي نيفين لما حياتي تنتهي تقول هذا الرجل كان يخاف الله. أعظم شهادة ممكن تتقال عنك أنك أنت تخاف الله. شافته في ضعفاته، شافته في قوته، شافته هو متواضع، شافته هو بيعتذر لولاده، شافته هو أمين في نظراته وفي فلوسه، في كل الأمور شافته أمين. قالت الكلمة دي أنه عبدك يخاف الله. وأنا عايزك النهاردة يا رب، عمال أقول له رب وأنا نازل على السلم، بقول له رب الحاجة اللي تتولد فينا النهاردة ان تتولد جوانا الاشواق دي، انه يتقال عننا اننا نخاف الله. عايز افرق بين كلمتين في الكتاب المقدس شبه بعض قوي، لكن ما ابعد الفارق بينهم، كبعد المشرق عن المغرب، كبعد السماء عن الارض. كلمتين ذكروا في الكتاب المقدس. الكلمه الاولى الخوف من الله، الخوف من الله ومخافه الله، فرق كبير بين الاثنين، شبه بعض قوي لكن دول بعاد عن بعض قوي. الخوف من الله يعني الرعب من ربنا، ان انا بخاف من ربنا. ويمكن لو تفتكر اول شخص خاف من ربنا في الكتاب المقدس كان ادم، بيقول سمعت صوتك في الجنه فخشيت لانه عريانا فاختبأت.
خوف من ربنا، مش عايز يقابل ربنا، مش عايز يتواجه مع هذا الإله. عارفين كمان يونان كان خايف من ربنا لما الأمواج والنوق والريح جت على السفينة، وابتدى كل واحد يدعو إلهه، وابتدى يرموا الأحمال من السفينة، ولقوا يونان نايم في بطن السفينة كده نوم تقيل جدا، فأزعجوه كده وقوموه قالوا له إيه اللي بيحصل ده، مين السبب في اللي بيجرى ده. فعدد 9 من يونان 1 قال لهم، فقال لهم يونان، أنا عبراني وأنا خائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر. إحنا تربينا على الخوف من ربنا. الخطية بتخليك تخاف من ربنا، عدم الطاعة بتخليك تخاف من ربنا، المجتمع اللي إحنا عايشين والثقافة اللي إحنا عايشين فيها بتخلينا نخاف من ربنا. عارفين ربنا ده الناس بتصوره مرات عاملين، عارفين الأب القاسي، الأب العنيف، الزوج الشرير اللي بيرعب البيت. عارفين في آباء كده لما تدخل البيت العيلة تترعب، ومراته تبقى كده متوترة وعايزة تعمل له أي، عايزين يسكتوه، عايزين يردوه بأي شكل عشان يتقوا غضبه. ربنا مش كده، ربنا مش كده، ربنا مش الصورة اللي تصورت لنا وسمعنا عنها أنه غضوب وأنه منتقم وأنه 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 وأنه. ربنا مش كده. أنا وإنت مش محتاجين، لكل واحد قبل المسيح مخلص شخصي، مش محتاج تخاف من ربنا، لأن هو مش مرعب، هو مش مخيف، هو محب وصالح جدا للذين يحبونه، الذين يتقونه. مش محتاج تخاف من ربنا، مش محتاج تترعب من ربنا. عارفين ليه؟ بسبب ما فعله المسيح في الصليب. الكفارة، موت المسيح وقيامة المسيح أزالت الخوف والرعب من الله، لكنها وضعت في قلبي وفي قلبك كلمة تانية خالص اسمها مخافة الرب. مخافة الرب شيء مختلف تماما عن الخوف من الرب. مخافة الرب يعني انك تسلك في حضور الرب الدائم طول الوقت، انت بتسلك في حضور ربنا، انت ماشي في حضوره، هو قدامك، هو جنبك، هو وراك. مش كده داود في مزمور 16 يقول جعلت الرب امامي كل حين لانه عن يميني فلا تزعزع. هو قدامك ولا عن يمينك؟ هو موجود، هو حاضر طول الوقت. مخافة الرب علشان تمسك بالمفتاح ده، إدراكك أنك تسلك في حضور الرب الدائم اللحظي في كل لحظة، حتى وانت تصنع الشر الرب موجود، وانت بتزني الرب موجود، وانت بتتفرج على حاجات إباحية الرب موجود، وانت بتسرق الرب موجود، وانت بتتخانق الرب موجود، وانت بتسبح في الكنيسة الرب موجود، وانت في الشغل الرب موجود. إدراكك أنك تسلك في حضور الله ده مهم قوي لتدرك مهابة الله ومخافة الرب. بالبلد يعني انك تعمل حساب لوجود الله في حياتك، دي مخافة الرب. انك تعمل حساب لوجود الرب في حياتك، انك تحترم الله في السر وفي العلن وانت بتبتعد عن الشر. هتكلم مخافة الرب، الكتاب المقدس اتكلم عنها في حاجة كتير قوي، في ابعاد كتير قوي. انا هتكلم عن بعدين اللي جم تقريبا في سفر الامثال صح 8 وعدد 13. مخافة الرب بغض الشر، الكبرياء والتعظم وطريق الشر وفم الأكاذيب أبغض. سليمان الحكيم هنا بيشرح مخافة الرب في بعدين مهمين قوي. في البعد ده بيتكلم على الكبرياء، وأنا مش هتكلم عن الكبرياء ولا التعجرف لأن سمعنا عنه عظات كتير قوي. ارجع للعظة بتاعت الأسيس سامح اللي اتكلم فيها عن التواضع يمكن من شهر أو 3 أسابيع، فعشان الوقت وعندنا وقت محدود وانتوا لابسين الحاجات الكمامات دي مش هتكلم عن الموضوع ده. بس الكبرياء، مفيش واحد عنده مخافة الرب في حياته متكبر. خدها كده قاعدة، أما تشوف شخص متكبر أو أنت متكبر اعرف أن مخافة الرب مش عندك، أن الفضيلة دي مش عندك، أن مهابة الرب وأنك بتسلك في حضوره مش موجود. الشخص المتكبر لا يعرف مخافة الرب. فاكرين فرعون بيقول إيه؟ النهر لي، نهر إيه اللي ليك يا عم؟ أنا صنعته. قول القصر لي، قول العربات لي، قول الفلوس لي، النهر، النهر ده منفعة عامة بتاع كل الناس، طب بلاش دي، أنا صنعته. إيه الكبرياء ده يا فرعون؟ إيه الكبرياء ده؟ نبوخذ نصر وبابل في كبرياء. وإحنا مرات للأسف المؤمنين عندهم كبرياء مادي، مش بتكلم على الفلوس، كبرياء في الأمور المادية والحسب والنسب والعلم والشهادات والفلوس بس في كبرياء روحي خلي بالك منه، في كبرياء روحي خلي بالك منه، أنك تشعر أنك أفضل من الآخرين روحيا. ولو أنت شعر أن في قلبك مخافة ربنا عن اللي جنبك، أعرف أنك ما عندكش مخافة ربنا،
ان في كبرياء في قلبك. الشخص المتكبر لا يسلك في مخافة الرب. لكن انا النهاردة عايز اقف عند بعد تاني، الجزء التاني، عشان الكبرياء ده سمعنا عنه، والتواضع سمعنا عنه، يقاوم الله المستكبرين والمتواضعين بالديون سمعنا كتير، واشجعك ترجع تسمع العظات اللي فاتت. لكن عايز اتكلم على فم الاكاذيب. فم الاكاذيب ده التدقيق اللي كان بيتكلم عنه زيزو. انا بقول ايه؟ لساني بيقول ايه؟ ايه اللي بيطلع من لساني؟ عارفين في فيلم زمان كده، انا كنت بتفرج على افلام يعني، وممكن اتفرج على افلام لغايه دلوقتي يعني، مش خطيه خالص لو فيلم اسمه انا لا اكذب لكني اتجمل. شعار المؤمنين هذه الايام، انا لا اكذب لكني اتجمل. عارفين اول خطيه جت في الكنيسه الاولى ايه؟ كانت خطيه الكذب. فاكرين حنانيا وسفيرة؟ ابي هذا المقدار بعتهم الحقل. كذب، كذب ده حاجه كبيره قوي 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 قوي. في مزمور 34 بيقول سن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالكذب. اخبار لسانك ايه بقى؟ اخبار ده ايه؟ ده مصيبه بقى يا جماعه، ده مصيبه. ده بيطلع منه كلام بيدمر الناس اللي احنا عايشين معاهم. ياما علاقات زوجيه، اكتر حرب النهارده دايره على البيوت ده يبقى بسبب ده. يا اما الزوجه بتكذب على الزوج، يا الزوج بيكذب على الزوجه، يا اما لساني عمال يطلع سم يجرح ويمرر الشخص اللي قدامي ويهين ويحقر منه، ونعيش بجروح. مخافه الرب، صن لسانك عن الشر، الاكاذيب ابغض. اقرا يعقوب، رساله يعقوب اصحاح 3، اتكلم عن اللسان اللي كنا بنسبح بيه من شويه وبنبارك ربنا بيه من شويه. نرجع البيت بعد الاجتماع، اتمنى ده ما يحصلش. السم بيطلع منه، مش دي مخافه ربنا. ياما اللسان ده بوظ علاقات في البيوت، جوه الكنيسه وبره الكنيسه. في مزمور 34 بيتكلم كلام واضح ومباشر. بص في مزمور 34 وبيتكلم عن مخافة ربنا قال ايه؟ هلما ايها البنون استمعوا الي فاعلمكم مخافة الرب. عايز تقول لنا ايه؟ تعلمنا عن مخافة الرب ايه؟ بيقول من هو الانسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الايام ليرى خيرا. مين الانسان اللي عايز يعيش ايام صالحة ومليانة خير ومليانة سعادة ومليانة رحمة؟ مش بيتكلم على طول الأيام، عدد السنين، لكن السنين اللي بتعيشها خير، سلام، سعادة، فرح. مين الإنسان ده؟ بيقولهم إن مخافة الرب، لو أنت الشخص اللي بيخاف الله وعايز تعيش أيام صالحة، أول نصيحة بيقولها، بيقول له صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. إحنا جماعة لساننا ده بيضخم وبيصغر وبيقول انصاف حقائق، مش بس بيجرح وبيشتم وبيلعن، لا لا لا، عارفين نص الحقيقه كذب. عارفين المجاملات اللي مش حقيقيه اللي مش من القلب كذب. يعني مثلا انزل بعد المنبر تقول لي ربنا يبارك يا اسيس كانت الوعظه حلوه، ولا انت اساسا كنت سامعني، تبقى كذاب. بس احنا بنقول احنا بنشجع صغار النفوس، ده كذب، ده مش تشجيع. عارفين لسان التملق، انك عايز تقرب من واحد في السلطه عشان يديك خدمه ولا يديك مكانه في الكنيسه ولا يحطك في حته ولا في الشغل يرقوك ولا عشان ما تخسر. التملق غش وكذب، دي مش مخافه ربنا. مخافه ربنا انك تخلي بالك من لسانك. خلي بالك يا لساني انت بتقول ايه. كان في ترنيمه اطفال زمان، خلي بالك يا ايديا وخلي بالك يا عيني وخلي بالك يا لساني، لسانك بيقول ايه. ده التدقيق، في مصفى، في مصفى قبل ما بيطلع الكلام. الكلام ده يليق ولا لا يليق؟ الكلام ده هيجرح اللي قدامي ويهد ولا لا؟ الكلام ده كذب ولا حق؟ الكلام ده فيه تضخيم ولا فيه انصاف حقائق؟ ايه ده اللي انا بقوله؟ مخافة الرب، مش هتقدر تسلك بتدقيق لما مخافة الرب تبقى قدام عينك، لما تبقى مدرك انك وانت بتتكلم وانت بتكذب ربنا واقف جنبك سامعك، سامعك. وانت بتكذب سمعك، وانت بتشتم سمعك،
وانت بتتملق سمعك، وانت بتغش سمعك، هو موجود. لو انت بقى هو مدرك انك هو موجود وبتعمل ده، انا عندي علامة استفهام كبيرة قوي. دي محتاجة مراجعة لإيمانك، انت واقف فين؟ مخافة الرب مفتاح مهم جدا 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 علشان تقدر تعيش كل اللي بنسمعه ده، انك مدرك ان الله حاضر وموجود في كل مكان وفي كل زمان في كل اوقات حياتك. وانت في ربنا مش موجود، مخافته مش موجوده في الكنيسه بس، وانت في العربيه وانت في البيت وانت في الاتوبيس وانت في المترو موجود. وانت تصنع الشر، فاكرين يوسف بل كيف اخطئ الى الله؟ يا عم الله ايه، الله مش موجود في المشهد دي، امراه فطيفار واصنع هذا الشر العظيم. اخواته كانوا خايفين منه لما يعمل فيهم، قال لهم اني خائف الله، انا مش بكذب، مش بكذب عليكم، انا خائف الله. سن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش، حد عن الشر واصنع الخير. عارفين مخافه الرب ايه؟ تبعد عن الشر، حد عن الشر واصنع الخير. الشر بيحيط حوالينا في كل مكان، بترحب بيه، بتلزق فيه. فين الآية قالت المعاشرات الرديئة تفسد الايه؟ الأخلاق الجيدة. فين انت سمرات بتحط نفسك في حتة خلي الشر يلزق فيك، والمعاشرات الرديئة اللي كلها شر تأثر فيك، تفسد حياتك وأخلاقك وسلوكك. لكن اصنع الخير. في تسالونيك الأولى 5:13 بيقول سالموا بعضكم بعضا. الآية اللي بعدها اطلب السلامة واسعى وراء، اطلب السلامة يعني السلام. طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. تبقى صانع سلام. اللي عنده مخافة ربنا مش بيقوم الدنيا حريقة، مش بيرمي مش عارف جاز على إيه ولا نار على إيه. مش بيعمل كده. اللي قدامه مخافة ربنا لما يلاقي اتنين متخانقين، لما يلاقي خصام في علاقة زوجية، مش يقول للزوجة عندك حق والزوج عندك حق ويولع الدنيا، يصنع سلام. مش بس بيحيد عن الشر ويصنع أمور خيرة، لكنه صانع سلام. دي مخافة الرب. في تعريف مخافة الرب، في البعد الأولاني في مخافة الرب، إنك تبغض الكبرياء وتحيد عن الشر والأكاذيب. ده الجزء الأولاني في مخافة الرب. إيه أخبار القضية دي بقى في حياتك؟ مرات ومرات تذكر هذه العبارة دائما، أنك تسلك في حضوره، هو مش غايب عن المشهد ولا لحظة ولا لحظة. وانت بتمد ايدك تسرق ولا بتمد ايدك تضرب، انت بتتفرج على حاجات لا تليق، وانت بتنظر نظرات شهوانية، هو بيبص عليك شايفك. مخافة الرب. عايز تعيش ايام صالحة، ايام خيرة، صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش، حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلامة واسعى وراءها. لكن كمان في جانب إيجابي في مخافة الرب، مش بس انك تحيد عن الشر والكبرياء والأكاذيب وتصنع، لكن كمان فيها انك تعمل مرضاته، تعمل مرضاته، انك تعمل اللي بيرضيه. دي مخافة الرب، مش انك في جزء كده سلبي، في جانب سلبي ببعد عن الشر والأكاذيب واضبط لساني، لكن كمان في جزء تاني إيجابي انك تصنع مرضاته. فاكرين ربنا لما طلب من إبراهيم قال له خد ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق وقدمه لي محرقة، في تكوين 22:12، وابتدى إبراهيم ياخد ابنه ويروح ويجيب الحطب ويعد المذبح علشان يقدم ابنه محرقة. وبعدين يجي له الملاك يكلمه يقول له، فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لإني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. مخافة الرب إنك تصنع مرضاته، تصنع مرضاته. مهم أول حتة دي. لو أنت بتخاف الرب وبتهاب الرب وبتسلك في حضور الرب، لن تخاف أن تصنع مرضات الرب، لن تخاف أن تطيع الرب. إيه اللي خلى إبراهيم يطيع الرب؟ لأنه يثق في الرب. مخافة الرب إنك تثق في الرب،
مخافة الرب أنك تصنع مرضاته. ليه؟ لأنك تثق فيه. إبراهيم كان مصدق في كلام ربنا وواثق فيه جدا أنه حتى لو إسحاق مات هو قادر على الإقامة من الأموات، لأنه الوعد من إسحاق مش من إسماعيل. فعمل إيه إبراهيم؟ قدم إسحاق، ومتأكد أن ربنا هيقيم إسحاق، وأن اللي ربنا قاله على حياته هيتحقق. مخافة الرب أنك تصنع مرضاته. لو أنت بتسلك في حضور الرب والرب بيطلب منك حاجات شكلها صعب مستحيل تتعمل، طاعتك للرب وطاعتك لمرضاته هتلاقي الرب الحاضر في المشهد بيتدخل، وده اللي حصل مع إبراهيم. الرب اللي حاضر في المشهد وشايف إبراهيم رايح ياخد ابنه ويطيع ويعمل اللي بيعمله تدخل في المشهد، قال له لا تمد يدك، يعني ما تعملش حاجة في ابنك، ده له محرقة أخرى. دي مخافة الرب، إدراكك لحضوره، أنك تسلك في حضوره طول الوقت هتساعدك قوي تسلك بتدقيق، لأنك مش عايز تكسر قلبه لأنك بتحبه. هيخليك تسلك بتواضع معاه، هيخليك عارف أنت بتقول إيه لأنه سمعك، هتخليه لما بيقول لك حاجة تعملها هتعملها مش خايف، لأن الكبير، لأن القادر على كل شيء موجود يغير الأوقات والأزمنة. هتعمل مرضاته، هتعمل مرضاته. مخافة الرب أنك تطيع الرب مهما كلفك الأمر. عارفين أرميا لما قال يفتخر الحكيم بحكمته والجبار بجروته، لكن أنا بفتخر بمين؟ بالرب. أنت عارف ربنا بيفتخر بالذين يخافونه. تخيل أنت بتدي، أنا آسف اللي هقوله ده، بتدي ربنا فرصة يفتخر بيك ويفتخر بأولاده. عمرك فكرت في الموضوع ده؟ أنك لما بتحيد عن الشر وأنك تصنع مرضاته ربنا بيفتخر بيك. عارفين ربنا افتخر بمين؟ مثلا يعني فخر بأيوب، فأيوب واحد ليس مثله في كل الأرض يحيد عن الشر، بيغيظ إبليس بيقول له بص ده ليس مثله في كل الأرض، بيحيد عن الشر، بيخاف الرب. عارفين اتقال عن المسيح كابن الإنسان ايه؟ قال عنه ايه؟ قال هو ذا عبدي، ده العبد الحقيقي اللي أطاع حتى الصليب، حتى موت الصليب. برضو صعب نعيش مخافة ربنا، بس المفتاح الأول في أنك تسلك في مخافة الله أنك تدرك حضوره، ساعتها تقدر تحيد عن الشر وتعمل مرضاته. أنك تصدق النهاردة الحقيقة دي، أنه شايفك، أنه سمعك، شايفك وسمعك. اقرأ سفر الرؤيا، لاني عارف. عارف منين؟ اصلا انا شايف وسامع. مش سامع بس، لا ده انا شايف. مش بسمع كلام عنك زي ما الناس تسمع كلام عنك لا انا سامع وشايف. طب نقدر نعيش مخافة الرب ازاي؟ نجيب منين؟ بصوا يا جماعه، مهما حاول الانسان انه يعيش حياه الاستقامه وحياه مخافة الرب صعبه. أنا بكلمكم بسرعة، وحتى الكتاب قال ده صعب. في رومية 7:18 بولس كده بيقول فإني أعلم أنه ليس ساكن فيا أي في جسدي شيء صالح. أنا مفيش حاجة فيا صالحة تخليني أعيش نوع الحياة دي، اللي أبعد عن الشر وحيد عن الشر وأبقى متواضع وما أكدبش ولساني مش عارف يبقى شكله إيه، وأطلب السلامة وأصنع السلام وأصنع الخير وأسلك بتدقيق وبطل الخطايا وأعيش في القداسة. صعب. كان عايز أقول لك في مصادر امسك بيها النهاردة عشان تعيش مخافة الله، عشان تعيش في مخافة الله ومهابة الله وتعيش في تقوى. الكلمة دي جت بالتبادل، مخافة الله والتقوى، الاثنين جايين في الكتاب المقدس بيتبادلوا مع بعض نفس المعنى. أول حاجة مش هتقدر تعيش الحياة دي إلا ما تكون ابن لله. مش بحضر الكنيسة، مش بصلي، مش بتناول، مش بخدم، مش في مجموعة، كل ده صفر من غير زعل. بدون الأساس بدون عمل المسيح الكفاري، بدون ما تكون اتولدت من جديد، مش هتقدر تعيش نوع الحياة دي. بص بطرس في رسالته الثانية صح 1:3-4 بيقول إيه؟ كما إن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى،
القدرة الإلهية ادتنا قوة الله، قدرة الله ادتنا كل حاجة لتؤهلنا أن نعيش ما هو للحياة والتقوى، بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة. اسمع اللي جاية دي، لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. يعني لو الطبيعة الإلهية مش فيك، لو الحياة الجديدة مش فيك، لو الخليقة الجديدة مش انت، مش هتقدر تعيش النوع الحياة دي. ليه؟ هتعيش حياة تانية خالص. الحياة التانية ايه؟ بتاعت الفساد اللي بالشهوة، اللي كتير قوي قوي عايشين فيه. لكن الطبيعة الإلهية لما بتكون اتولدت من جديد وقبلت المسيح مخلص شخصي واتنقلت من ملكوت الظلمة إلى ملكوت ابن محبته، هناك قدرة إلهية، هناك طبيعة إلهية سكنت فيك تؤهلك أن تعيش هذه الفضيلة وأنك تهرب من الفساد الذي بالشهوة. مش بالجدعنة، مش بحضور الكنيسة. الطبيعة الإلهية اللي بقت فيا وبقت فيك بتمكننا أن نعيش كل ما هو للتقوى وأن نهرب من الفساد الذي في العالم. لكن كمان الحاجة التانية، وجودك الدائم في محضر الله، ولا أتكلم عن حضور الكنيسة، جزء منها حضور الكنيسة، بس الوجود الدائم في محضر الله، سماعك لصوت الله، التصاقك بكلمة الله، الخلوة اللي احنا بنضحك عليها دي وبنقول واحنا صغيرين كانوا بيقولوا لنا خدوا الخلوة الشخصية وتقعدوا توعظونا ألف به تاني الخلوة الشخصية. في مزمور 34 اللي قريته مع حضراتكم بيقول هلما أيها البنون استمعوا إلي فأعلمكم مخافة الرب. انت هتعرف منين مخافة ربنا؟ من غير ما تقعد معاه، من غير ما تشوف النموذج بتاع يسوع المسيح اللي عاش، هتكلم عنه بعد شوية، عاش مخافة الرب بحقه حقيقي. الكلمة بتعلمك، سماع كلمة الله بتعلمك، انك تسلك في حضوره، انك موجود في حضوره. امتى بتصلي؟ لما الصبح؟ لا، انا بصلي وانا في العربية، بصلي وانا في الشغل، بصلي وانا في المكتب، بصلي بذهني، ارتل بالذهن وارتل بالروح، انا في حضوره طول الوقت. ده اللي خليك تعرف تعيش مخافة الرب بجد، هذا التواجد في المحضر الإلهي. لسانك بيبقى مضبوط، ذهنك مضبوط، عينيك مضبوطة، لأنك موجود في محضر الله الدائم، مش في الاجتماع، في كل وقت، وانت بتشتغل، وانت في البيت، وانت بتربي عيالك، وانت بتطبخي، وانت بتذاكر، وانت بتشتغل، وانت بتسوق العربية، وانت في المترو، انت مشغول، انت في حضور الله. ذهنك يرتل، ذهنك يصلي. كم مرة تحس كده، مرات كده في ترنيمة عمالة تتردد جواك من غير ما بتقولها ببقك، انت ذهنك مشغول، او ايات انت مشغول. حاجة تالتة تمكنك انك تعيش مخافة الله بحقه حقيقي، في اشعياء صح 11 تكلم عن يسوع، بعض الايات اللي جت على سبع ارواح الله او سبعية الروح القدس اللي امتلأ بها يسوع. فصح 11 من سفر أشعياء عدد 2 بيقول وحل عليه روح الرب، ده بيتكلم عن المسيح، بص بقى، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة ايه؟ الرب، ولذته تكون في ايه؟ في مخافة الرب. روح الرب، روح حكمة وفهم ومشورة وقوة ومعرفة ومخافة الرب. الروح القدس يمكنك أن تعيش مخافة الرب، وتكون بقى لذتك تكون في مخافة الرب، إنك بتحب تعيش في المخافة، تحب تعيش في الاستقامة، تحب تعيش في الرضا، تحب تحيد عن الشر. ده الروح القدس اللي بيعمل عمل فيك، اللي بيرشد وبيعزي وبيبكت وبيعمل حاجة كتير قوي. مش كده مهم قوي المؤمن يعيش مؤمن ممتلئ بالروح القدس، مش على الوش. إن عندك شركة مع شخص الروح القدس، عندك علاقة مع شخص الله الروح، فتبقى في الروح، فتقدر تعيش مخافة الله. فالروح حي وفعال، يقول كده الروح يذكركم بكل ما قلته لكم. لما تيجي في حتة هتعمل شر ومش هتصنع خير ومش هتصنع سلامة أو هتكذب، تلاقي الروح القدس نط تفكرك كده على طول بالمكتوب، باللي تعلمته في محضره. روح مخافة الرب وتكون لذته في مخافة
الرب. الروح القدس يمكنك أن تسلك في حضور الرب. طيب أنا بسرعة عشان الوقت، هستفاد إيه؟ احنا كويسين بنيجي كنيسة وبنصلي وبنتناول وهو بنتوب ونقوم واسمنا كتب في سفر الحياة والدنيا حلوة، ما نكملها كده؟ مش هينفع تكملها كده، مش هينفع. في نتائج وبركات وثمار لمخافة الرب لخيرك، لخيرك. أول بركة من بركات مخافة الرب في حياتك وأنت تمسك بهذه الفضيلة في حياتك إنها تحميك من الشر، تحميك من الشر، تحميك من الخطية. كم واحد بيقع في الخطية بسهولة وبعدين ضميره كده والروح القدس يبكت ويأنب وتحس كده ضميرك، مش الروح القدس مش بيأنبك لكن بيبكتك، تحس إنك تعبان وندمان إنك عملت الخطية. عارفين يوسف كان عنده كل ما يؤهله لصنع الخطية، شاب مراهق، الاحتياجات الجنسية أكيد كانت ملحة عليه لأنه شاب والبيت فاضي وامرأة فوتيفار تلح عليه يوما فيوما، ولو ما عملش كده هيطرد ومش هلاقي حتى ياكل ولا يشرب ومش عارف إيه اللي هيجرى لو رفض. أفكار كتيرة جواه، مش مهم هقابل إيه، لكن قال كيف أخطئ إلى الله وأصنع هذا الشر العظيم. خفت الرب بتحميك منك تعمل الخطيه، تحميك من الشر. خفت الرب انا قدام الرب، انا واقف حين هو الرب الذي انا واقف امامه، انا مش هقدر اعمل كده، مش هقدر عينيا تبص على واحده قاعده على اماكن في مش هقدر، مش هقدر لان الله يراني الان. فاكرين دانيال يقول الكتاب كده انه ابى، رفض بشده ان يتنجس باطايب الملك ولا بخمر مشروبه. عكس بقى، عكس مين؟ ولاد علي الكاهن بتوع الكنيسة بتوع الخدمة، اللي تربوا في بيت كاهن، اللي تربوا في بيت المفروض مليان بالمبادئ الروحية. فين اتقال عنهم ايه دول؟ كانوا بني بليعال لم يعرفوا الرب، فعلوا النجاسة في باب خيمة الاجتماع فأمتهم الرب. ولاد الكاهن، ولاد القسيس اللي تربوا في بيت مسيحي، اللي بيحضروا الهيكل وكل الأعياد وكل عشان مخافة الرب ما كانتش أمامهم، فاستباحوا أن ينجسوا بيت الرب. أقول لكم حاجة وما تزعلوش، في ناس بتبقى قاعدة في أقدس الأماكن في محضر الله وتفكر في أنجس الأفكار وهي تسمع كلمة الله، لأن مخافة الله غائبة مش موجودة، لأن ليس خوف الله أمام عيونهم. إن مخافة ربنا قدامه تحميه من الشر. كان حاجة تانية مهمة قوي، مخافة الرب بتساعدك إنك تعيش اللي ربنا قاله بسهولة، إنك تطيع الرب في أي شيء يطلبه منك. مثل اللي اتكلمت عنه عن إبراهيم صعبة قوي، لكنه مخافة الرب، الرب الحاضر أمامه، إبراهيم مدرك لحضور الله ويثق في الله فأطاع الله. هيحصل إيه هناك؟ مش شغلتك، ربنا طلب منك كده، ربنا معاك، حضور الله ماشي معاك، ما تخافش، هيخلي الجبال تدوب زي الشمع، هيعدي بيك الأنهار والبحار والوديان وأتون النار، ما تخافش. إدراكك لوجوده لحضوره خليك بسهولة تطيع ربنا. كان حاجة تالتة قبل ما أتكلم عن المكافآت، أعظم ما يمكن أن تقدمه لأولادك وبناتك والمجتمع الذي تعيش فيه، أعظم ما يمكن أن تقدمه لبلدنا أنك تخاف الله وأنك تكون متميز. كورنثوس الثانية أصحاح 5 عدد 11 بيقول كده، فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس بالوعظ والتعليم خفت الرب. بس البني آدم ده اللي بيقولوه في الكتاب المقدس بتاعهم ده عايشه، بس ما خفت ربنا الاستقامة، الطهارة، الأمانة، المحبة، الغفران، التواضع،
شايفين حاجة عملية. دي مخافة ربنا بتؤهلك انك تعيش اللي ربنا بيقوله زي ابراهيم. لكن كمان الله يستخدم الحياة اللي مليانة بالمخافة والمهابة ربنا ليؤثر في الآخرين من حولك. فاكرين في ملوك الثاني الأرملة دي؟ عبدك كان يخاف الله. عايزك بالصدق تسرح بخيالك لكل زوج تفتكر مراتك هتقول عنك كده، عبدي زوجي كان يخاف الله. تفتكر جوزك هيقول عنك كده، امرأتي كانت تخاف الله. تفتكروا أولادكوا لما يبصوا عليكوا هيقولوا بابا وماما عاشوا مخافة ربنا. اوعى تكون عايش بتدور تسيب لولادك ميراث وغنى وبيوت وشاليهات وعربيات. أسوأ ما يمكن أن تتركه لأولادك هي الماديات اللي الناس بتتخانق عنها. بيجيلي في الكونسلينج وفي المشورة صراع على الميراث خيالي. إخوات بيقطعوا بعض في المحاكم وبيدبروا مكايد لبعض، حاجة صعبة قوي. لكن أعظم ما يمكن أن تتركه لأولادك مخافة الله اللي يشوفوها في حياتك. ده الكنز، ومخافة الرب كنزه. ده الكنز اللي تسيبه. عايزك تحب مخافة ربنا عشان دي اللي هتمكنك انك تعيش حياة التقوى وتسلك بالتدقيق في كل ما يطلبه الرب منك. هتساعدك في حياتك على الأرض في بيتك، لكن ليها مكافآت. لكن مخافة الرب وحياة الحياة التقية ليها مكافآت. مزمور 31:19 بيقول ما أعظم جودك الذي ذخرته لخائفيك يا الله وفعلته للمتاكلين عليك تجاه بني البشر. وبولس يقول لتلميذه تيموثاوس وهو بيشجعه انه في مكافآت أرضية وفي الزمن اللي عايشينه مكافآت أبدية، بيقول كده ولكن التقوى نافعة لكل شيء إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة أيضا. يعني في مكافآت للناس اللي بتتقي ربنا، الناس اللي بتهاب الله، الناس اللي بتحترم وجود الله في حياتها، الناس اللي مخافة الله واضحة في حياتها، لها مكافآت هنا وهناك الاثنين. مش بس بتساعدك تعيش كلمة ربنا وتحيد عن الشر والخطية وإنك تسيب ميراث حسن لأولادك عشان يعيشوا فيه ويتبعوا أسرة خطاك، لا مش بس كده، ده في مكافآت هنا وهناك. أقول لك مكافئتين أو ثلاثة بسرعة. مزمور 34 اللي قرناه مع بعض في عدد 9 بيقول اتقوا الرب يا قدسي لأنه ليس عوز لمتقي. أخاف اتقي ربنا وخاف ربنا واسلك باستقامة وأمانة ومغشش ومسرقش وملفش ومدورش ومكدبش ومعملش، لحسن أحتاج أنا لازم أعمل كده عشان أقدر أعيش وعيش ولادي. ليس عوز لمتقي، الأجبال احتاجت وجاعت. عارفين مين الأجبال دول؟ الأجبال دي ابن الأسد، هو الشبل، الشبل القوي. ابن الأسد بيحتاج ويجوع، لكن طالبوا الرب ومتقي الرب لا يعوزهم شيء من الخير. اوعى تخاف ولا تفكر في يوم من الأيام انك لو اتقيت ربنا وعشت في مخافة الله وبمخافة الله في حياتك في يوم هتحتاج. لم أرى صديقا تخلي عنه أو ذرية له تلتمس خبزا. قصة الأرملة اللي راحت لأليشع اللي ما عندهاش ولا حاجة، اللي جوزها كان يتقي الله ويخاف الله، حصل معاها ايه وهي عندها عوز مادي؟ رجل الله أليشع اللي بيمثل ربنا في الوقت ده عمل معاها ايه؟ لا تخاف من الاحتياجات المادية، حيد عن الشر وعن الخطية. الرب يشبع أتقياءه. أمثال 15:16 بيقول القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم. هتعيش مكتفي، صدقني هتعيش مكتفي، مش هتحتاج شيء من الخير لا عوز لمتقي. عارفين في نحمية 5 في عبارة قالت كده عن نحمية، هرالكوا آية من نحمية 5:15 وهو بيحكي نحمية بيقول ولكن الولاء الأولون الذين قبلي ثقلوا على الشعب وأخذوا منه خبزا وخمرا فضلا عن 40 شقلا من الفضة حتى إن غلمانهم تسلطوا على الشعب. ده الولاء اللي قبل نحمية. وأما أنا فلم أفعل هكذا من أجل خوف الله. عنده اكتفاء، لم يسق، ما استغلش الناس، ما حطش عليهم ضغوط. عارفين ليه؟ عشان عنده اكتفاء، لأن خوف الله في قلبه، في قلبه. حاجة تانية، المكافأة التانية ليك،
في العالم اللي مليان بلخبطة ومليان بكورونا ومليان مش عارف بإيه وإحنا مش عارفين. يقول الكتاب كده في مزمور 25 عدد 14 بيقول سر الرب لخائفيه وعهده لتعلمهم. وفي عدد 12 من نفس المزمور من هو الإنسان الخائف الرب يعلمه طريقا يختاره. الناس اللي بتتقي ربنا وبتخاف ربنا في بقى حوار من ربنا معهم. سر الرب لإيه؟ لخائفيه. هل أخفي عن إبراهيم ما أنا صانع؟ ده رجل بيتقيني، ده رجل بيقدر حضوري، مهبتي في قلبه، إزاي خبي اللي جواه عنه؟ إزاي ما أقولوش؟ ده جدير بالثقة، إزاي ما أقولوش أنا هعمل إيه؟ أو ناوي أعمل إيه؟ سر الرب لخائفيه. الإنسان الخائف الرب يعلمه. ربنا مش بيعلم كل الناس على فكرة، احنا عندنا مفاهيم غلط. الناس اللي بتتقي ربنا وبتهام ربنا، ربنا بيعلمها طريقه والطريق الصح اللي تختاره. لكن الناس التي لا تبالي مبهبة الرب هم أساسا مش طالبين مشورة الرب. حاجة التالتة من المكافآت الزمنية الحاضرة في الزمن ده، بيحرسك ويسمعك. إذا كنت تخاف الله وتهاب الله بيعمل الحاجتين دول، بيحميك وبيسمعك. مزمور 34 عدد 6 وعدد 7 وعدد 15 بيقول، عدد 6 بيقول هذا المسكين صرخ والرب استمعه، ملاك الرب حال حول خائفيه ويعمل ايه؟ وينجيهم. الناس اللي بتتقي ربنا اوعى تفتكر انك مهب الريح وانك ملطشة للناس والعدو الخير. لا، ده في ملايكة، في ملايكة خادمة بتخدمك. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. يا بخت اللي هيقرر النهاردة يتقي الله ويحفظ وصاياه ويسلك في مخافته. لكن كمان بيقول عين الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم. ربنا بيسمع صراخ الصديق. بلغة العهد الجديد المؤمن الذي يتقي الله، الذي يخاف الله، الله يسمع صراخه. يقول فمال إلي وسمع. عارفين مال يعني؟ عارفين الطفل الصغير لما يكون بيتكلم كده وبيتمتم والأب أكبر منه فمش سامع، فيقول فمال إلي، نزل لي كده وسمع الكلام اللي أنا بقوله اللي أنا حتى مش عارف أعبر عنه. فمال إلي وسمع صراخي. يحرسك ويسمعك. لكن هناك بقى، هنا بيعمل الحاجات دي، سدد احتياجاتك المادية، بيسمعك، بيحرسك في الوقت الصعب، بيعلمك، بيقول لك اللي في قلبه للزمن الآتي. ده هنا. طب هناك؟ هناك في حاجتين مهمين قوي بقى. وأنا لما كنت بحضر الخدمة كده وبكتب الشواهد دي، دمعة جت في عينيا. هناك حاجة تانية. بولس هو بيكلم تلميذه تيموثاوس في نهاية رحلة الأيام بتاعته، وبولس عاش حياة جماعة تلطش جامد يعني بولس حياته كانت صعبة جدا. كان عنده 100 سبب ما يكملش المشوار مع ربنا، لكن كمل للآخر. وبعدين جه في نهاية الأيام قال لتلميذه تيموثاوس الكلمات دي، قال له جاهدت الجهاد الحسن، حفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إكليل البر. وأنا بتخيل المشهد ده، كل اللي جاهدوا الجهاد الحسن وحفظوا الإيمان واتقوا ربنا وعاشوا في مخافة ربنا ومهابة ربنا في آخر الأيام، ده إكليل حفظ الإيمان. لكن كمان نقدر ناخده للناس اللي اتقوا ربنا، لأنه مخافة الرب أنك تثق في الرب وانت داخل كده تحط على رأسك. عارفين في التخرج كده بيلبسوا روب وكاب وياخدوه منك بعد ما تاخدوا الصورة، لكن انت هتدخل محطوط على رأسك إكليل، والإكليل ده يفضل على رأسك. تخيل انت في السماء كده عليك إكليل اسمه إكليل البر. في مكافآت أبدية للناس اللي جهدت والناس اللي سلكت في حضور ربنا ومخافة الله كانت الحاجة الكبيرة اللي في حياتهم. حادوا عن الشر وحفظوا لسانهم من الغش والأكاذيب والكبرياء وعملوا مرضاته وسلكوا بتدقيق في إكليل اسمه البر، عشان ده مشوار طويل. الحتة التانية بقى في رؤية 3 وهو بيتكلم لكنيسة ساردس، بيقول كده الناس اللي حادت عن الشر والناس اللي عاشت في مخافة ربنا، بيقول الذين حفظوا حياتهم بلا دنس
لم ينجسوا ثيابهم سيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. رؤية 3-4. الناس اللي حافظت نفسها من النجاسة وحادت عن الشر والأكاذيب والكبرياء وعاشت في مرضات ربنا، الناس دي اللي حفظت ثيابها في الرحلة دي وفي السكة دي بسبب مخافتي اللي كانت في قلبهم ومهابتي اللي كانت موجودة في حياتهم، سيمشون معي بثياب بيض. وانا عمال اتخيل المشهد ده، يا رب السماء مسك كبيرة قوي، انا ابقى ماشي جنبك ولابس بتاع بيضة كده واحنا ماشيين جنب بعض. بتهيألي ده بيوصف المشهد، سيمشون معي، يعني وهو بيتحرك في ناس كده تبقى لابسة ابيض ويتحركوا معايا ماشيين معايا. الذين لم ينجسوا ثيابهم وحادوا عن الشر والأكاذيب. أحبائي، مخافة الرب في السر وفي العلن، مش في الكنيسة بس، مش في المجموعة بس، مش على المنبر بس، مش في التسبيح بس، مش في الوعظ بس، مخافة الرب في السر وفي العلن كل أيام الحياة. مثال 23:17، لا يحدن قلبك بل تكن في مخافة الرب اليوم كله. اليوم كله من أول ما تقوم لغاية لما تنام، ده المفتاح وده السر اللي يخليك تعيش كل اللي سمعته الأيام اللي فاتت وتسلك بتدقيق، أنك تدرك أنك تسلك في حضور الله وأنه بالبلدي كده موجود، موجود وشايفك. كل اللي بيطلبه منك لينطبق عليك هذه الكلمات، أنك تحيد عن الشر وأنك تبغض الكبرياء والأكاذيب وتسخن لسانك وتفعل الخير وتطلب السلامة وتسلك متواضعا مع إلهك. ده اللي يمكنك أنك تعيش هنا، هتقدر تعيش وليك مكافآت هنا وليك مكافآت هناك، وستعلم أمور لا يعلمها أحد إلا أنت، لأن سر الرب لخائفيه، وستنتصر على الخطية وستعيش مرفوع الرأس أمام إبليس. أمين. نفسي ناخد وقت نصلي النهاردة. الهدف من العزة مش أنك أقول لك تعليم، مش ده الهدف خالص. الهدف أنك تدرك أنك تسلك في حضور الله وتصدق أن في كل لحظة وكل دقيقة أنت تسلك في حضور الله. أعظم ما يمكن أن تتركه لأولادك وبناتك وشريك حياتك والمجتمع والبلد أنك تتقي الله، أنك تخاف الله، مش تخاف من ربنا لكن مهبته تبقى جواك. خد وقت كده راجع نفسك من فضلك، هل أنت تحيد عن الشر ولا أنت بتجري على الشر، ولا بتجازي عن شر بشر وشتيمة بشتيمة؟ لسانك أخبره إيه؟ كذب وغش ولعن وإهانات ومرارة وغربة؟ بتسعى للسلام مع شريك حياتك وتتواضع وتتنازل؟ تسعى للمصالحة؟ أيها البنون استمعوا إلي فأعلمكم مخافة الرب. صن لسانك عن الشر وفمك عن التكلم بالغش. ابعد عن الشر واطلب الخير، واصنع الخير واطلب السلامة. قل له غيرني ربي، قل له عايز اتغير يا رب، عايز ان كل لحظة وكل دقيقة ادرك انه اسلك في حضورك، وانا بتكلم اسلك في حضورك، وانا بتخانق انا بسلك في حضورك، وانا بفعل الشر انا بسلك في حضورك. اديني هذا الادراك وهذا الاعلان بالروح القدس يا رب، لأحيا في مخافتك كل الايام. غيرني ربي، ضع مخافتك أمام عيني. عايزك تاخد الوقت ده وقت شخصي جدا قبل ما نتقدم للمائدة، ده وقت مراجعة للنفس،
هل أنت تسلك في مخافة الله؟ هل أنت تسلك في حضور الله؟ أما أن الموضوع بقى عبادة واجتماعات ودوشة، ولا بتعيش في السر وفي العلن حياتك شاهدة على الله؟ يا رب أنا بصلي لي ولإخواتي يتقال عننا أن عبدك كان يخاف الله، كان مستقيم، مستقيم في نظراته، في كلامه، في فلوسه، في علاقاته، في دخوله، في خروجه، في ردود أفعاله. راجع حياتك الآن في محضر الله. هو مش جاي يدينك النهاردة، لكن جاي يشجعك النهاردة، جاي يكلمك ويكلمك النهاردة عن فضيلة هامة جدا وعن مفتاح مهم جدا لتعيش المكتوب، لتعيش الحب والتواضع والإيمان والرجاء، وأن تسلك بتدقيق في حياتك يا مخافة الرب. لو مش عارف تتحكم في لسانك قوله ضع حارسا على فمي يا رب. بولس يقول كده، لا تخرج كلمة راضية من أفواهكم. أيوة رب، مش عايز كلمة راضية تخرج من فمي. يا ما كلام يا رب خرج من فمي رديء رديء يسيء يا رب للآخرين، كلام نميمة، كلام وشاية، كلام فيه تضخيم أو تقليل. ضع حارس على فمي يا رب. غيرني ربي والمس حياتي علشان الناس تشوف فيا يسوع. صليها بقلبك، مش بس لساني، مخليهاش ترنيمة، خليها صلاة وكلماتي، لكن أعيش تسبيحة ليسوع. أسهر أصلي فاكر رسالتي وأتعلم ربي تاني الانتظار وحيا شهادة مسحة وإرادة وتفيد حياتي دايما بالثمار. حضراتكم تقعدوا اللي واقفين، عايزك تاخد دقيقة. أنا فعلا بالصدق عايز النهاردة الروح القدس يورينا الحقيقة دي ويوريك الحقيقة دي، أنك تسلك في حضوره. قول له رب عايز أشوف المشهد ده. غمض عينك معلش دقيقة. لو ربنا كلمك النهاردة وجاي النهاردة تقول له رب فعلا من النهاردة رب جوايا أشواق أسلك في حضورك وأعيش بمهابة وبمخافتك يا رب في حياتي، مش انفعال لكن بالصدق أنا جاي لك يا رب، محتاج لمسة منك تقويني أعيش الحياة دي، محتاج عمل روحك القدوس. لو ربنا كلمك النهاردة أنا عايزك تقف في مكانك عشان عايزك تصلي، وقوفك علامة أنك جدي جدا أنك تبدأ حياة مختلفة مليانة بمخافته ومهبته واحترامه وطاعته ورضاه. لو الرسالة دي كانت ليك النهاردة هنصلي دلوقتي وربنا كلمك، أنا عايزك تقف في مكانك تقول يا رب أنا جاي واقف قدامك محتاج قوة منك ولمسة منك
عشان أعيش في مخافتك يا رب ورضاك. عايز أحيد عن الشر، وعايز لساني يتغير، وعايز أعمل مرضاتك. دي صلاتك النهاردة، وقف صلي الكلمات دي معنا. قول أنا محتاج لمسة منك، لمسة تقويني، لمسة تغيرني، لمسة تشفيني، لمسة تحيني يا رب. أنا محتاج لمسة روحك. هللويا. صلي كلماتك وانت واقف، صلي كلماتك وانت واقفة، وقول يا رب النهاردة أنا فعلا أنا بالصدق جاي لك يا رب، عايز أعيش بمخافتك وأسلك في حضورك، وقلبي ده يا رب اللي مش نقي نقيه، وخلق في قلب جديد يبغض الشر والكبرياء والتكلم بالكذب، لأحيا حياة في رضاك. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وانا محتاج يا يسوع دما يطهرني. انا محتاج لمسة روحك تغيرني، وانا محتاج يا يسوع دما يطهرني. ولا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك، بتفك الأسر وحقك بيحررني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك، بتفك الأسر وحقك بيحررني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي تبرقني وشفيني. البسني بسلطانك، وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. انا جاي ضعيف قويني، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لك خاطب وشفيني. البسني بسلطانك، وريني بجلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. اشكرك واعظمك لانك ما بتفقدش الامل فينا يا رب، وان فسد الوعاء يا رب تعود وتصنع منه وعاء جديد. يا رب اصنع مننا أوعية جديدة يا رب، مش أواني للهوان يا رب وأوعية للهوان، لكن للكرامة. علمنا مخافتك، علمنا نسلك بالاستقامة والتقوى معاك يا رب. اقوى على ضعفنا وعلى قيودنا يا رب النهاردة، اكسر القيود اللي في وسطينا النهاردة يا رب، اكسر القيود يا رب. كل قيد تأيدنا به يا رب يكسر الآن يا رب، تنزع الأقضية الآن باسم يسوع، وكل ما بناه العدو يهدم الآن يا رب من حياتنا. ادينا قلب يحيد عن الشر ويبغض الشر والكبرياء يا رب، ادينا لسان جديد يتكلم بالصدق يا رب، كلمات النعمة زي ما يسوع كانت تخرج منه كلمات النعمة الخارجة من فمه يا رب، كلمات نعمة تخرج من ألسنتنا للبناء وللسلام وللمصالحة. ايدك بالبركة على أولادك وبناتك يا رب النهاردة، علمنا نعيش في رضاك كل الأيام يا رب. سامحنا وملأنا بروحك ليك كل المجد. أمين. لأنك مت لأجلي، لأنك حملت عاري، لأنك أخليت نفسك،
أحببتني للمنتهى لأنك مت لأجلي لأنك حملت عاري لأنك أخليت نفسك أحببتني للمنتهى أحبك يا ربي أتبعك من كل قلبي أنا لك كل عمري أحبك أتبعك أحبك يا ربي أتبعك من كل قلبي أنا لك كل عمري أحبك لن أرى حبك
حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي. اخترته طوعا وهو عقاب عادل لآثم متمرد. لا لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي. اخترته طوعا وهو عقاب عادل لآثم متمرد. كشاة تصاق بالذبح لم تفتح فاك، كنعجة صامتة تادوك للصلب هناك. كشاة تصاق بالذبح لم تفتح فاك، كنعجة صامتة تادوك للصلب هناك. في الجلجثة في الجلجثة فوق الصليب في الجلجثة لمنا وعيرنا بطرس بالجبن يوم أنكرك. كلنا قد كنا خائن ليهود حين أسلمك. ونحن اليوم أمام الناس نستحي بك ننكرك. بقطعتين من النحاس مثل يهود نسلمك. ونحن اليوم أمام الناس نستحي بك ننكرك. بقطعتين من النحاس مثل يهود نسلمك. ورغم ذاك نحن نرى ننسى ساك بحبك المتجدد. كشاة تصاق بالذبح لم تفتح فاك، كنعجة صامتة تهدوك للصلب هناك. كشاة تصاق بالذبح لم تفتح فاك، كنعجة صامتة تهدوك للصلب هناك. في الجلجثة كان ينادي لبرابس يطلق بالفراق. صلبك كان مطلبه ان تولد انت بالقربى. الجمع كان ينادي لبرابس يطلق بالفراق. صلبك كان مطلبه ان تولد انت بالقربى. حاكموك عيروك حملوك صليب العار. بين رصوص علقوك أيها القدوس البار. حاكموك عيروك حملوك صليب العار. بين رصوص علقوك أيها القدوس البار. ساك بحبك المتجدد.
أمين. طيب خلينا نقف مع بعض كده نصلي من أجل طلبات الصلاة دي، إن ربنا يتدخل بقوة في حياتنا الشخصية وفي حياتنا ككنيسة، وإنه يدي نعمة غير عادية، وإنه نشوف موسم جديد كده من تدخلات إلهية غير عادية في اسم يسوع. يا رب بنرفع أمامك كل طلبة صلاة، كل تعب، كل أنين. أشكرك لأن أنت بتجول بتصنع خير في وسطنا، وإن أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد. هتفضل تشفي، هتفضل تحرر، هتفضل تخلص. يا رب مبارك اسمك، مبارك اسمك إلى الأبد. يا رب نمد إيدينا يا رب على كل شخص بيتألم جسديا، أنت تشفيه باسم يسوع المسيح. اتدخل يا رب والمس الأجساد يا رب، الأجساد اللي يا رب الأطباء مش عارفين يعملوا لها حاجة، والأدوية مش عارفة تشفي. يا رب بنصلي إنك تيجي وتتدخل بكل قوة، وبنصلي يا رب إنك تشفي كمان من أمراض نفسية وأمراض عصبية. بنصلي يا رب إن العلاقات ما بيننا تتشفي، العلاقات ما بيننا المكسورة تجبر باسم يسوع. وبنصلي من أجل البيوت الخربانة إن أنت تستردها. لا يا رب لن نفقد الأمل، لن نحبط. يا رب أشكرك إن إحنا هنعمل زي إيليا، وحنصلي وحنفضل نصلي لحد ما نشوف سحابة قدر كف باسم يسوع. واشكرك انك تملى حياتنا افراح، تملى حياتنا انتصارات، تملى حياتنا بالقوة والقيامة والحياة، حياة يسوع المسيح. اشكرك لانه قيامتك في اليوم الثالث اديتنا حياة، اجلستنا معاك في السماويات. مبارك اسمك، مبارك اسمك. ويا رب بنرفع امامك الايام اللي جاية، الاسبوع اللي جاي ده، احفظ خروجنا، احفظ دخولنا. يا رب عاوزين نعيش اللي احنا سمعناه النهاردة من القسيس سمحنا، ان احنا نعيش في مخافتك، نعيش يا رب واحنا عنينا عليك. يا رب لساننا يتظبط، لساننا يكون مقدس، نسبحك بيه ونبارك كمان الناس بيه، ونتكلم بالاستقامة. يا رب انا بصلي ان احنا نكون شعب مقدس 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 ليك. احمي بيوتنا من كل شر، احمي حياتنا من الشرير في اسم يسوع المسيح. ونيجي ليك ونصلي زي ما انت علمتنا، ونقول لك أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. ونعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معكم إلى الأبد. آمين. ربنا معكم.